وتضرعوا إلى الله عز وجل وابتهلوا إليه بالدعاء وأنتم موقنون بالإجابة وتأسوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في قلب الرداء تفاولا بانقلاب الحالة من الشدة إلى الرخاء ومن الباساء إلى النعماء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أوليت سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وسددنا في جميع الأقوال والأفعال ووفقنا لمرضاتك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل ضلالة هدى وإلى كل خير سبيلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إن رجانا واقف عليك ودعانا خوفا وطمعا فيما لديك صاعد إليك وإقرارنا بالتقصير والتفريط بين يديك. اللهم إن أرضك بين يديك خاشعة ونفوس عبادك فيما لديك طامعة وأعناقهم هيبة منك لك خاضعة والمقادير بمشيئتك واقعة والأمور كلها إليك راجعة ورحمتك للمطيع والعاصي واسعة. اللهم إن آمالنا عليك موقوفة وأكفنا عن غيرك مكفوفة فأفض علينا من سحب معروفك المعروفة ولا تصرفنا من هذا المكان إلا بالشدة عنا كرما منك مصروفة. اللهم جد علينا بتحقيق الآمال وتصدق علينا بالفضل والنوال ولا تخرنا من نظرك في كل حال. اللهم يا مجيب الدعوات يا راحم العبرات قد استعبرنا فارحمنا ويا مقيل العثرات قد عثرنا في معاملتك فأقلنا ويا عزيز الجناب عبيدك قد أذلتهم المخالفة وهاهم قد خشعت لخشيتك ألبابهم وخضعت لهيبتك رقابهم باسط الأيدي يلتمسون اللطف الحفي خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. اللهم إن رحمتك واسعة فلا تحرمنا منها ودعوتك جامعة فلا تخرجنا عنها. إن تهلكنا فبقبح أعمالنا وإن ترحمنا فبرحمتك لا بحسن أعمالنا وأنت العالم بسيء أحوالنا. يا مغيث وأغثنا يا مغيث وأغثنا يا مغيث وأغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعانا. اللهم لا تردنا خائبين ولا محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير المعطين ويا أحسن الخالقين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وصحبه، وسلم عليه تسليما، وزده شرفا وتكريما، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.